بكره ان شاء الله هحكي لكم اللي هيحصل بالمناسبه. وبمناسبه الحكاوي الحكاوي اللي انا عايز احكيها لحضرتك، يعني عندنا برضو بعض المعلومات لكن فيما يخص مدرب او مدير فني للمنتخب. المدير الفني للمنتخب اتحاد كره القدم بكره ان شاء الله هيعقد اجتماع من اجل الاعلان عن اسم المدير الفني الاجنبي الجديد للمنتخب الوطني خلفا لكابتن ايهاب جلال. كيروش تم استبعاده. شكرا. ليه؟ لانه هاجم الاستاذ دكتور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كره القدم، وزي ما حضراتكم شفتوا، يعني هل حضرتك ممكن تضحي بمدير فني علشان خاطر ان هو لم يهاجم؟ انا بشوف ان كيروش قال الحقيقه من وجهه نظره، هم اتحاد الكره شايفين ان هم هاجمهم. بالمناسبه هذه معلومه، هل تم، مش هقول المعلومه، لكن هل تم خصم 25000 دولار اللي عليها الخناقه دي؟ بالمناسبه هل تم خصم 25000 دولار من الاتحاد المصري لكره القدم من راتب او من مستحقات كارلوس كيروش؟ مش هقول دلوقتي، استنى بس ما اشوف بكره ايه اللي هيحصل، لانه الكلام لحد ساعات قليله كان محصور الحقيقه ما بين البرتغالي باولو سوزا المدير الفني السابق لمنتخب بولندا وفلامينجو البرازيلي. يعني سيره ذاتيه بتقال ان هي مش قويه جدا، وده برضه عامل انقسام كبير بين اعضاء اتحاد كره القدم، كابتن حازم امام عضو مجلس الاداره واللي رشح سوزا الحقيقه وكان من المؤيدين له يعني، وخلي بالكم سوزا كان من المساعدين لكيروش منتخب البرتغال يعني قبل كده. هناك جبهة أخرى الحقيقة بقيادة أستاذ جمال علام رئيس الاتحاد بترفض سوزا، بتقول إن سيرته ضعيفة وعنده مشاكل أخرى. طيب مين الاسم التاني اللي كان مطروح؟ وده كان مطروح واستبعدوه، وإمبارح وأول رجع تاني. مين؟ باتريس بوميل المدير الفني السابق لمنتخب كوت ديفوار. لو تفتكروا باتريس بوميل اللي هو الراجل اللي بيلبس أبيض بيفتح الاول زرارين في القميص كده زي هيرفي رينار يعني، لان هو كان مساعد هيرفي رينار لكن ما خدش منه حاجه. هو مساعد هيرفي رينار لكن ما خدش منه حاجه الحقيقه، هو بيبقى ياخد خد منه القميص الابيض اللي بيلبسه وبيفتح الزرارين الاولانيين. فنيا لم يحقق اي شيء. منتخب كوت ديفوار من اقوى المنتخبات الحقيقه مع السنغال، وخرج من دور 16 في البطوله الافريقيه لما واجهناه هنا يعني في الامم الافريقيه. كل التجارب التدريبيه لم يحقق فيها اي نجاحات، ابرز اللقطات المضيئه له ان هو كان المساعد زي ما قلت لكم لهيرفي رينارد المدير الفني السابق الحالي لمنتخب السعوديه. في انقسام عليه في اتحاد كره القدم، في البعض بيقول طيب ما نشوف مدرب يبقى محتاج جعان وعايز يشتغل اكتر، وممكن على فكره دي وجهه نظر. خد بال حضرتك دي وجهه نظر. يعني ايه؟ يعني انا من وجهه نظري دايما ان انا اجيب مدير فني جعان عايز يشتغل ويموت نفسه علشان يكبر اكتر. عشان يكبر اكتر. عشان كده بكره ان شاء الله في اجتماع ساخن داخل الجبلايه. صراع الجبهات والاحزاب في اختيار المدير الفني. أنا برضو في نفس الكلام عايز أستغل هذه الفرصة وأقول لهم رسالة. أتمنى أن ينسى الجميع مصالحه الشخصية وانسوا كل حاجة، فكروا في منتخب مصر بس، اسم مصر بس. أنتوا حضراتكم موجودين من أجل خدمة منتخب مصر والكرة المصرية وليس شيء آخر. عموما أنا حكيت لكم القصة يعني برضو بمناسبة إن إحنا يعني بنعرف نحكي يعني أو يعني إن إحنا قناة الحمد لله والشكر لله كلنا مش إسلام، كل اللي موجودين وكل المذيعين عندهم مصادرهم اللي تقدر تقول لحضراتكم كل حاجة، ولكن في من الأهلي تحديدا لا. فبكرة هنشوف الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده هيحصل فيه، ومن سيفوز، هل جبهة الأستاذ جمال علام ولا جبهة الكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات؟ هنشوف إيه اللي هيحصل في هذا الأمر. كمان النهاردة اتحاد كرة، بما أننا يعني بنتكلم عن اتحاد كرة القدم، اتحاد كرة القدم أرسل شروط بطولة كاس مصر للأندية 16. يا مسهل الحال اللي قرعتها اتسحبت. احنا بنقول اهو احنا اللائحة معانا من دلوقتي، أي تغيير في هذه اللائحة هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا.
بعد سحب القرعه مؤخرا اللي هي كانت من كام يوم دي وحصل عليها المشاكل الكتير، شروط هذه المسابقه جاءت كالتالي: في حاله انتهاء الوقت الاصلي من عمر المباراه بالتعادل يتم الاحتكام الى ركلات الجزاء الترجيحيه لتحديد الفريق الفائز والصاعد للدور الثاني. النادي المذكور اولا يرتدي الزي الاصلي، بينما يرتدي الفريق الثاني الزي الاحتياطي ويكون مخالفا تماما للزي الاصلي. الحاجات بقى اللي هي اللي حضراتكم عارفينها: النادي المذكور اولا يكون مسؤولا عن كرات الملعب، يبقى صاحب الملعب يعني. النادي المذكور اولا يكون مسؤولا عن جميع النواحي التنظيميه للمباراه من كافه النواحي والاوجه، سيارات اسعاف، حمايه مدنيه، صبيه ملعب، ضيافه، منظمين، كل حاجه. قرعة مباراة دور ال 16 لبطولة كأس مصر عن الأسفرت طبعا عن المواجهات الآتية: نادي الزمالك سيلقي نادي الإسماعيلي، المصري سيلقي نادي إيسترن كامباني، إنبي مع البنك الأهلي، بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، النادي الأهلي مع مصر المقصة، المقاولون العرب مع الجونة، طلائع الجيش مع منتخب السويس، سموحة مع كفر الشيخ.